أهلا بكم وكل تحياتي مشاهدي الكرام إلى النيل مباشر. ومعنا في فترة اليوم ثلاث ملفات على ساحات مختلفة. أولها: الرئيس السيسي يلتقي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. أما ملفنا الثاني فسيدور حول الذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي، وفيه قيس سعيد يتعهد بصناعة تاريخ جديد لبلاده والتغلب على كافة العقبات والصعوبات. ومن تونس إلى لبنان في ملفنا الثالث، حيث مقاتي يعلن أنه سيتقدم بتشكيل حكومته الجديدة قريبا جدا، ويؤكد قدرة لبنان على تجاوز أزماته الاقتصادية والاجتماعية. إذن تحية طيبة مجددة لحضراتكم مشاهدينا الكرام. استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي. عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. هنأ رئيس عبد الفتاح السيسي جموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث قال الرئيس إن اليوم العالمي للخدمة العامة يمثل مناسبة للتذكير بالقيم الإنسانية والأخلاقية للعمل والجد والاجتهاد وحب الأوطان. وثمن الرئيس السيسي الجهود العظيمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وجدد دعوته لأبناء مصر الأوفياء باستكمال مسيرة الأجداد وبذل المزيد من السعي والجهد للحفاظ على ما تحقق من تنمية واستكمال مسيرة البناء والإصلاح. إذن إلى ملفنا الثاني في النيل مباشر مشاهدينا الكرام. وفي تونس أعلنت وزارة الداخلية أن هناك معلومات مؤكدة عن وجود مخطط من قبل أطراف داخلية وخارجية يستهدف الرئيس قيس سعيد. وذكرت المتحدثة باسم الداخلية خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة تعمل بتناغم مع المؤسسة العسكرية لتفكيك مخططات استهداف الرئيس ومؤسسة الرئاسة. وأضافت المسؤولة التونسية أنه تم أمس إحباط هجوم إرهابي استهدف قوات الشرطة، ما أسفر عن إصابة رجلي أمن، وتم إلقاء القبض على الإرهابي. وخلال كلمة للرئيس التونسي في الاحتفال بالذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني لبلاده، أكد الرئيس قيس سعيد قدرة الجيش التونسي على التغلب على ظاهرة الإرهاب التي تؤرق المجتمع الدولي. ومن بين هذه المظاهر ومن بين هذه الظواهر ومن بين هذه الأوضاع المستجدة منذ سنوات ظاهرة الإرهاب، وهي ظاهرة صارت اليوم عالمية، والكل يعلم أنكم استوعبتم كل علوم العصر كأفضل ما يكون الاستيعاب. وأضاف سعيد أن رجال القوات المسلحة حققوا بطولات في كافة المجالات يجب أن تتنقلها الأجيال، لافتا إلى أن تونس دولة داعية للسلام. لقد حققتم بطولات في كل المجالات، في مجال الدفاع عن هذا الوطن العزيز في ملاحم بطولية،
يجب أن تتناقلها الأجيال جيلا من بعد جيل. بالرغم من قلة الأعتاد والتجهيزات، ولكن الإصرار على النصر كان أقوى وأشد، لأن شعاركم كان دائما هو النصر أو الاستشهاد. وقد حان اليوم. العمل على تمكين جيشنا الوطني بالحد الأدنى الذي يحتاجه وتحتاجه قواتنا المسلحة بوجه عام. كما تعهد رئيس تونسي بصناعة تاريخ جديد لبلاده، وأكد إصراره على التغلب على كافة العقبات والصعوبات وتحقيق طموحات شعبه. أنني في هذا المكان لحماية الوطن، فإن كانت لبعض الدول صواريخ وكان لها اعتاد متطور، فإن هذه الجملة التي نطق بها هذا البطل وكلكم أبطال جملة عابرة للقارات وعابرة للتاريخ. سنصنع إن شاء الله تعالى تاريخا جديدا لتونس، تاريخا مشعا، وسنعمل على اختصار المسافة في الزمن والتاريخ حتى نكون في موعد مع التاريخ وفي مستوى الأمال التي يعلقها الشعب التونسي علينا. إذن كانت هذه كلمة الرئيس التونسي أو مقتطفات من كلمته في ذكرى 66 لتأسيس الجيش الوطني التونسي. للمزيد من المتابعة ينضم إلي عبر الهاتف يسري عبيد، هو الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. أستاذ يسري أهلا بك وتحياتي. إذن تونس تزال في مرحلة لنهضتها، مرحلة تبدو صعبة بشكل أو بآخر، يعني الإعلان عن استهداف الرئيس التونسي قيس سعيد بعملية إرهابية ضالعة فيها أطراف داخلية وخارجية بحسب بيان المتحدثة باسم وزارة الداخلية التونسية. كذلك يعني هذه المفارقة أن يكون يعني سعيد يلقي كلمة بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش التونسي، كيف توصف الوضع في تونس حاليا؟ في البداية أرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. بالتأكيد الوضع في تونس الآن وضع دقيق للغاية. الدولة التونسية تمر بمنعطف خطير في تاريخها السياسي. الرئيس التونسي عندما اتخذ قرارات بإزاحة جماعة الإخوان وحركة النهضة من المشهد السياسي التونسي وحل البرلمان خلال الفترة الماضية، كان يعلم تماما جميع المخططات التي تحاك ضد تونس. الإجراءات التي اتخذها بالتأكيد عندما تم الإعلان عنها كان من المرجح أن يتم التعرض لشخص رئيس الجمهورية في حركة النهضة السابقة، وأن تم اتهامها بتنفيذ اغتيالات سياسية لعدد من المعارضين التونسيين خلال الفترة الماضية عن طريق الجهاز السري الذي أنشأته الحركة، والتي ربما قرر الرئيس قيس سعيد بإقالة بعض القضاة في تونس نظرا لاتهامهم بأنهم كانوا يغضون الطرف عن توجيه الاتهامات لأعضاء من حركة النهضة في هذه الاغتيالات، بل وتعطيل العدالة في هذه القضايا. وبالتالي الرئيس التونسي كان مستهدفا بشكل كبير خلال الفترة الماضية. حركة النهضة تعلم تماما الآن، وبعض الأطراف الإقليمية المساندة لهذه الحركة مثل تركيا وقطر وبعض الأطراف الأخرى التي ترى في قيس سعيد تهديد حقيقي للإسلام السياسي في تونس وفي شمال أفريقيا كما حدث في ليبيا وغيرها من الدول. وبالتالي استهداف الرئيس التونسي أعتقد أنه كان متوقعا، ونظرا لهذه الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة المقبلة. الإعلان اليوم عن اعتقال حمادي الجبالي رئيس الوزراء المنتمي لحركة النهضة
بعد 2011 بالتأكيد يأتي في هذا الإطار الإعلان عن أن قوى خارجية تشترك في هذه المحاولة. أعتقد أن الإشارة هنا ربما إلى تركيا وربما إلى بعض الأطراف الأخرى التي ترى في قيس سعيد تهديد كما قلت للإسلام السياسي في تونس، والعمل على توجيه هذا الاتهام في هذا التوقيت. أعتقد أن الأمور في تونس رأينا احتجاجات كثيرة خلال الفترة الماضية من بعض القضاء الذين تمت إقالتهم من جانب الرئيس وبعض أطراف المنتمية لحركة النهضة في بعض المؤسسات التونسية. من 2011 وحركة النهضة تعمل على تخوين تونس، زرعت بعض الشخصيات والقيادات من الحركة في بعض المؤسسات الدولة التونسية بهدف السيطرة على الحكم وبهدف تحويل تونس إلى دولة ربما تتراجع كثيرا عن ما قامت به خلال فترة حكم بورقيبة وزين العابدين بن علي، الفترة التي قاومت فيها هذا المد التيار الإسلامي السياسي من حركة الإخوان. وبالتالي أعتقد أن الرئيس قيس سعيد يخوض معركة قوية جدا ضد هذا التيار. هذا التيار ما زال يتمتع ببعض الشعبية وما زال يتمتع ببعض التواجد داخل مؤسسات الدولة التونسية، وبالتالي عندما يتم الإعلان عن استهداف أو محاولة لاستهداف رئيس الجمهورية بالتأكيد وزارة الداخلية التونسية لديها من المعلومات الكافية لتوجيه الاتهامات إلى أشخاص بأعينهم مسؤولين عن هذه المحاولة لاغتيال الرئيس التونسي. وأعتقد أن إجراء الاستفتاء على الدستور خلال الفترة المقبلة هو ما ربما ما يدعو هذه الجماعات خاصة حركة النهضة لمحاولة استهداف الرئيس، لأنها ترى أن المشكلة كلها في شخص الرئيس وليس في أطراف أخرى. وبالتالي إزالة الرئيس قيس سعيد ومن الخريطة السياسية التونسية هو الهدف الأهم الآن لدى حركة النهضة، لأن بوجود الرئيس لم تستطيع الحركة العودة مرة أخرى إلى المشهد السياسي التونسي، لأنه ربما تصدر قرارات أخرى من الرئيس خلال الفترة المقبلة تضع حركة النهضة وجماعة الإخوان على قوائم الممنوع أو قوائم الحل وقوائم الإرهاب في الدولة التونسية، وبالتالي لن يوجد أي أمل لعودة الحركة مرة أخرى إلى المشهد السياسي التونسي. وبالتالي الحركة كما قلت ترى أن قيس سعيد أصبح هدفا، ترى أنه سيكون عائق كبير أمام عودة الحركة مرة أخرى إلى المشهد السياسي التونسي، بالتأكيد ببعض بالتعاون مع بعض الأطراف الأخرى الخارجية الذين أشارت إليهم وزارة الداخلية التونسية الآن في بيانها حول محاولة استهداف رئيس الجمهورية. نعم. طيب في ظل أنه هناك اعتراضات ربما أيضا داخل الشارع التونسي بشكل أو بآخر، لا أتحدث عن مؤيدي حركة النهضة فقط، لكن هناك دعوات لمقاطعة الانتخابات، هناك يعني كما ذكرت حضرتك عدد من القضاة الذين تمت تنحيتهم أيضا هم يعني يدعون إلى هذه المعارضة أو ربما لهم موقف بشكل أو بآخر. كيف ترى، تحدثت أيضا عن نسب تأييد بشكل عام في الشارع التونسي للرئيس قيس سعيد، لكن هل تعتقد أنه ما يحدث من تداعيات قد يؤثر على هذه الأصوات والشعبية ومسألة استهدافه شخصيا هل تصب أيضا في صالح أنه يعني تأييد الرئيس قيس سعيد بشكل أكبر؟ يعني كيف ترى موقف الشارع التونسي؟ أعتقد أن الشارع التونسي يعاني الآن من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. لابد أن نعترف بأن حدث تباطؤ شديد من جانب الرئاسة التونسية ومن جانب الرئيس قيس سعيد نفسه في الإجراءات التي كان الواجب اتخاذها بعد الإجراءات التي اتخذها ضد مجلس النواب وضد حركة النهضة. أعتقد أن هناك حدث تباطؤ شديد في عملية ترتيب البيت التونسي بعد هذه الإجراءات. رأينا الإعلان عن بعض المشاورات السياسية، رأينا الإعلان عن التمهيد لدستور جديد لتونس. كل هذا واعتقد ان الاقتصاد التونسي كان يعاني ولابد من حاله الاستقرار الدائمه في تونس حتى تعود الحياه الاقتصاديه الى تونس مره اخرى. وربما هذا ما ادى الى توتر الاجواء ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل وما بين الرئيس وبعض المؤسسات الاخرى، لان الحركه التي لابد ان تسير بها الدوله التونسيه من الناحيه الاقتصاديه ومن الناحيه السياسيه
اعتقد انها كانت بطيئه للغايه رغم الاجراءات التي اشدنا بها من الرئيس ضد حركه النهضه، ولكن كان لابد ان يتم الاسراع وان تكون هناك اجراءات واضحه من جانب الرئيس التونسي لوضع تونس على خريطه الاستقرار السياسي حتى يكون هناك استقرار اقتصادي. ولكن للاسف الشديد حتى الان لم يتم الاتفاق على الدستور التونسي الجديد، لم يتم اجراء انتخابات تشريعيه جديده بدلا من مجلس النواب الذي تم حله. الامور كانت تعلوها الضبابيه بشكل كبير، الغموض كان يسيطر على الموقف حتى الان في الدوله التونسيه، وربما هذا ما حدا. الاتحاد العام التونسي للشغل الذي كان مؤيدا لقرارات الرئيس كيس سعيد الى ان يصطدم به في بعض الاحيان ويعلن الاضراب في بعض قطاعات الدوله التونسيه. الاقتصاد التونسي كان يعاني منذ فتره طويله نظرا لتراجع عائدات السياحه التي تعتبر موردا هاما من موارد الدوله التونسيه، بالاضافه الى عدم الاستقرار السياسي الموجوده في تونس بسبب الاجراءات الاستثنائيه التي تم اتخاذها والتي نؤيدها بشكل كبير من الرئيس كيس سعيد. ولكن كما قلت لابد انه كانت تتخذ اجراءات سريعه وخطوات واضحه لعوده تونس مره اخرى الى الاستقرار السياسي والى المؤسسات. يعني انت ترى ان هناك يعني اسبابا سلبا واسبابا بالايجاب بطبيعه الحال بالتأكيد للاوضاع الاقتصاديه وغيرها السياسيه ايضا. اشكرك يا استاذ يسري، اشكرك على وجودك معنا. يسري عبيد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن العربي، واذا انتقل مع حضراتكم الى ملفنا الثالث والاخير في النيل المباشر. اهلا بحضراتكم مره اخرى مشاهدي الكرام. اذا بعد تونس ننتقل إلى ملف عربي آخر، لكننا نتجه شرقا تحديدا إلى لبنان الذي فيه أكد رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أنه سيتقدم بتشكيل الحكومة قريبا جدا إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، متوقعا أن يتم ذلك مطلع الأسبوع الذي يلي الاستشارات النيابية غير الملزمة في مجلس النواب والتي من المرتقب الدعوة إليها خلال أيام. ميقاتي عقب تكليفه بتشكيل الحكومة قال إن اللبنانيين قادرون على انتشال بلادهم من أزماته الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة. المهم اليوم أن نعي أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون معا على انتشال البلد من أزماته. المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانبا ونكب على استكمال الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا إنقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد أحد. بأغلبية 54 صوتا في استشارات نيابية ملزمة بين رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون والكتل النيابية والمستقلين بمجلس النواب اللبناني، تم تكليف رئيس الحكومة لتصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، ليكون التكليف الرابع لميقاتي بتشكيل الحكومة في تاريخه السياسي والثاني على التوالي في ظل أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية لم تشهدها البلاد من قبل. وحصد ميقاتي 54 صوتا من مجموع أصوات نواب البرلمان البالغ عدده 128، وذلك خلال استشارات أجراها رئيس الجمهورية مقابل 25 صوتا لمنافسه السفير نواف سلام وصوت واحد فقط لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري. وامتنع 46 نائبا بينهم مستقلون وكتلة حزب القوات اللبنانية المعارضة المؤلفة من 19 نائبا عن تسمية أحد، كما امتنعت كتلة التيار الوطني الحر حزب رئيس الجمهورية والتي تضم 17 نائبا عن تسمية مرشح. ويفترض أن يبدأ ميقاتي بدوره مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة، وهي مشاورات تسبق عادة مفاوضات صعبة مع الأحزاب والشخصيات السياسية، وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرا طويلة جراء الانقسامات السياسية.
بيد أن ميقاتي شدد على أن لبنان لم يعد يمتلك رفاهية إضاعة الوقت وفرض الشروط، مؤكدا على أن الدولة اللبنانية باتت أمام تحد يتمثل في انهيار تام أو إنقاذ تدريجي. ويقع على عاتق الحكومة اللبنانية الجديدة استكمال الجهود لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع منذ نحو 3 سنوات، والبدء بتنفيذ إجراءات وضعها صندوق النقد الدولي شرطا لتقديم مساعدة للبنان. وفي حال نجح ميقاتي في تشكيل حكومته قبل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قبل نهاية العام الحالي، فإن الحكومة ستعتبر بحكم المستقيلة بمجرد وصول رئيس جديد إلى سدة الرئاسة. وفي حال لم يتمكن الفرقاء السياسيون من انتخاب رئيس جديد في البلاد، فيقدر على الحكومة تولي المهام خلال فترة الفراغ السياسي الرئاسي. إذن أوضاع في لبنان تبدو ربما مبشرة للبعض، يبدو آخرون يرون الأمور غير مستقرة وأن لبنان يعود مرة أخرى إلى نفس الأمور بعد إعادة تكليف نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني أو رئيس حكومة تصريف الأعمال أو رئيس الوزراء المكلف حاليا. على أي حال، للحديث حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف ضيفي، الأستاذ عصام الكاشف نائب أو عفوا مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. أهلا بحضراتكم وكل تحية. أبدأ مع الأستاذ أشرف أبو الهول. أستاذ أشرف، يعني كيف توصف الأوضاع في لبنان؟ أولا تحياتي لحضرتك ولضيفك الكريم الأستاذ عصام الكاشف وللمشاهدين الكرام. يعني بالتأكيد الأوضاع في لبنان صعبة جدا، معقدة جدا. مسألة تشكيل حكومة دائما ما يستغرق وقت طويل، الخلافات ما زالت موجودة رغم أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة أفرزت تغيير، إلا أنه تغيير محدود، وبالتالي سيطرة حزب الله وسيطرة القوات اللبنانية وكل القوى التي تحاول دائما أن تكون الحكومة في مصلحتها تماما يعني ما زالت موجودة، والصراع سيظل موجود. ولكن الأمل قائم فقط على شخصية السيد نجيب ميقاتي وعلى إدراك القوى السياسية للمخاطر التي تواجهها لبنان. لبنان بلد يعني لن أقول مفلسة، ولكن يمكن أن نقول أنها شبه مفلسة. لبنان تحتاج دعم عربي، تحتاج دعم دولي، تحتاج بالفعل الاتفاق مع صندوق النقد، لكن كل هذه أمور مرتبطة بتشكيل الحكومة، مرتبطة بالتدخلات التي يعني تقوم بها جهات خارجية وتحديدا إيران عبر حزب الله. وبالتالي فيعني مسألة تكليف سيد ميقاتي هو تكليف وليس تشريف، مهمة صعبة جدا، مهمة كان قد انتهى منها من فترة بسيطة في العام الماضي وعاد مرة أخرى ليتحملها، ولكن الآن في ظروف أصعب. القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع يعني حققت مكاسب يعني إلى حد ما في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي يعني سنجد يعني شد وجذب وصراع مرة أخرى، ويتوقف الأمر كما قلت على إدراك يعني الفرقاء في لبنان خطورة الموقف الذي يعد الأصعب. لبنان يعني كادت أن تعلن إفلاسها، ولبنان يعني أصبحت شبه معزولة عربيا بسبب سياسات حزب الله، وبالتالي يعني نتمنى أن تنجح جهود السيد نجيب ميقاتي. بالمناسبة أنا أريد أن أوضح شيء، يعني في التقرير الذي يعني ذكر قيل أن السيد سعد الخليلي حصل على صوت واحد، هو لم يرشح نفسه ولم يطرحه أحد لأنه سبق وأعلن تجنيد نشاطه السياسي، وإنما يعني أحد الأعضاء هو الذي اختار اسمه فقط، وهذا لا يعني أنه كان مرشح وحصل على صوت واحد. نعم. طيب هتوجه للأستاذ عصام الكاشف الذي يعيد الترحيب بي. يعني
نجيب ميقاتي الآن لديه فرصة، لكن ما علمتنا الأيام إياه في الداخل اللبناني أنه التاريخ دائما يعيد نفسه، وأنه ليس هناك جديد بغير توافق الفرقاء السياسيين، المحاصصة السياسية، الكتل الأكبر، رغم أنه تشكيل مجلس النواب هذه المرة يبدو مختلفا شيئا ما. هل ترى أنه يمكن أن يتجه لبنان إلى سيناريو مغاير؟ بداية دعني أرحب بحضرتك أستاذ محمد طرب وصديقي وزميل العزيز أستاذ أشرف الفيل، إلى جانب أن ما ذكرته بالفعل هو أمر يعني واقع ملموس في لبنان، ولكن التحديات الكبيرة التي تواجهها لبنان في المرحلة الآنية أكثر مما يتصور البعض. فلأول مرة في عملية التصويت التشاوري أو المشاورات التصويتية بشأن تسمية رئيس الحكومة يتم استخدام الخطوط البيضاء، أي عدم تسمية رئيس الوزراء، رغم أنه تم اختيار اسم لم يرشح نفسه من الأصل وتم إعطاء له صوتا. هذا من جانب. إذن هناك قوة وطنية داخلية تريد أو تستهدف الوضع في لبنان بشكل كبير، وتريد أن تقوض حركة التنمية والنجاح الكبير الذي أحدثته الحكومة، حكومة تصريف الأعمال بقيادة نجيب ميقاتي خلال الفترة القليلة الماضية، وهي استحقاق الغاز واستحقاق الكهرباء، القضاء على الأزمات رويدا رويدا خطوة خطوة، أيضا إعادة ترسيم الحدود مع إسرائيل بشأن الغاز، وأيضا مهمة إدارة الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر القادم، وهي مسألة خطيرة جدا. كل هذه الأخبار وكل هذه التحديات التي تواجه الواقع اللبناني إلى جانب الاقتصاد والأزمات الاجتماعية التي تعاني منها، وإعادة الدلورة وهي استخدام الدولار بدلا من العملة المحلية وانعكاس ذلك على الأسعار وما يترتب عليه من أزمات اقتصادية سوف يواجهها الشعب اللبناني، يؤكد بأن هناك تحديات كبيرة يتعين علينا النظر إليها بشكل متأني وبرؤية ثاقبة لتحليل الوضع في لبنان فيما يتعلق بمقومات النجاح في الحكومة. ما سبق أن أشرنا إليه من ملفات نجحت فيها حكومة تصريف الأعمال، إذن المرحلة القادمة لإدارة شؤون البلاد في لبنان سواء كانت حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية على رأسها نجيب ميقاتي سوف تكون يعني ميسرة وليست هناك عثرات كبيرة. اختلاف القوى الوطنية وقطبي الشيعة سواء كانت حركة أمل أو حزب الله نعلم جيدا بأن سوف لم يكون هناك تأثرا كبيرا في الحقائب الوزارية لحرص الحكومة والحرص كافة القوى الوطنية على جذب أكبر قدر ممكن من هذه القوى الوطنية لصالحها، ولكن قوى السنة هي أو مقاعد السنة أو حقائب الوزارية للسنة هي التي سوف تتأثر بشكل كبير في إدارة الحكومة القادمة. أيضا فيما يتعلق بملف الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي وهي 3 مليارات سوف تكون فارقة. نعم هو مبلغ ليس بالكبير بشأن الوضع في لبنان الوضع الاقتصادي، ولكن سوف يكون له تأثير كبير في إدارة النشاط الاقتصادي على نحو كبير، ولكن لابد من تفعيل مكافحة الفساد، الإجراءات القانونية للحد من الإنفاق على نحو غير منضبط، هذا هام جدا في هذه المرحلة. أيضا النقطة الهامة والحيوية وهي مسألة الحفحفة، مطالبة
على عدد معين من الحقائب الوزارية قد يؤثر بشكل كبير على أداء هذه الحكومة رغم الفترة القصيرة التي يعني ستكون ما بين تشكيل الحكومة والانتخابات الرئاسية وما بعدها من مرحلة قد تكون فترة عصيبة. نعم لابد أن نؤكد هذا، ولكن هي أكثر صعوبة على الشعب مع اختلاف القوى ومن يريد من الداخل وليس الخارج فقط. صعبة على الجميع أستاذ عصام. أشكرك أستاذ عصام الكاشف مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وأذهب إلى الأستاذ أشرف أبو الهول، أسألك في عجالة سريعا قد تبقت لدي ربما دقيقة، هل ينجح نجيب ميقاتي فعلا في تشكيل الحكومة هذه المرة أم أنه الدائرة تظل مفرغة لفترة ما؟ لا أنا أعتقد أنه لابد أن ينجح السيد نجيب ميقاتي لأنه أصبح لديه خبرة، هو شكل الحكومة العام الماضي وكانت في ظروف ربما أصعب من الآن، وبالتالي لديه فرصة للنجاح، وإن كان الأمر يعني سيأخذ وقت لكن في النهاية هو لديه فرصة، لأنه لا أمل أمام اللبنانيين للنجاح من الأزمة الحالية سوى بنجاح حكومة. مسألة ترسيم الحدود البحرية لم تنتهي، هناك مشكلات حول يعني حقل كريش، وهناك يعني وساطة أمريكية تتم لأن المعدات الإسرائيلية موجودة للاستخراج الغاز من الحقل، وبالتالي على اللبنانيين أن يشكلوا الحكومة سريعا لحسم هذا الملف. أيضا مسألة الدولارة يعني ليست في صالح اللبنانيين لأنه الدولار وصل إلى أسعار فلكية الآن، وفي السوق السوداء لديهم أيضا يعني أرقام غير مسبوقة ربما. بالتأكيد يعني مسألة الدولارة ليست في صالح اللبنانيين لأنها أصبحت كارثية. المطلوب هو دعم عربي لحكومة تكون معتدلة ولا يسيطر عليها يعني فصيل بعيني فصيل يضر لبنان لصالح إيران. نعم. وبالتالي أظن أنه لابد أن تكون هناك تنازلات وعمل شاق من أجل أن تنجح هذه الحكومة. أكيد. أشكرك أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي ومدير تحرير الأهرام، تحياتي إليك وإلى الأستاذ عصام الكشف الذي كان معنا. وتبقى أن يعني أذهب بتحية لحضراتكم على المتابعة، كل الأمنيات الطيبة دائما، نشرة مفصلة على رأس ساعة مقبلة إن شاء الله في أمان الله.